مرحبا بكم متابعينا الاعزاء في الجديد. هذا الفيديو سوف اشارك معك كيف تجلب عدد لا نهائي من الزيارات الى موقعك او مدونتك او متجرك. او يمكنك ايضا استخدام الفيديو او استخدام هذا الشرح لجلب وكسب المال من بيع الزيارات. مثلا اذا ذهبت الى اي موقع خدمات مصغره سوف تجد مجموعه من الناس يبيعون خدمه الزيارات. مثلا يقول لك سيدي سوف اجيب لك 100,000 زائر، 200,000 زائر في شهر او اسبوعين الى ما غير ذلك، ويكون الثمن رخيص جدا. فأنا أتساءل بين الحين والآخر كيف يمكن ذلك؟ هذا مستحيل أن شخص يجيب لك زيارات كما يدعي. مثلا هذا الشخص يقول لك سوف أجيب لك 100,000 زائر إلى موقعك أو متجرك أو بلوغ مدونة الخاصة بك. يقول لك يا سيدي هذه الزيارات تأتي من السوشيال ميديا، موقع لمتجر، موقع إخباري لما غير ذلك. فصراحة هذا الوصف فيه تلاعب، لأنه أنا منذ تقريبا سنة 2010 وأنا كنت أعمل على جوجل أدوردز، وحينها في 2010 إذا كنت في من جيل 2010 كان جوجل أدوردز بلاش، كان جوجل تعطيك كوبون، جوجل أدوردز كوبون وفي $100 $200 وتقوم بحملة إعلانية بلاش، يعني فقط تضع الكوبون الكود ويشتغل معك بدون فيزا بدون ماستر كارد. أوكي، وأنا استخدمت ذلك منذ 2010 إلى يومنا هذا. على الأقل تكلفة النقرة الزيارة الواحدة هي 1 سنت، بين 1 و10 سنت. فهذا الشخص يقول لك يجيب 100,000 زائر، يعني 100,000 نقرة $70 لا يعقل، أو $50 أمريكي، هذا غير مستحيل. على الأقل سيكون مثلا $1,000 أو فما فوق. فهذا يقول لك 100,000، هذا يعني أنه سوف يستخدم مواقع برنامج بوت، أو سوف يستخدم طريقة غير يعني طبيعية. هذا الفيديو سوف نشرح لك أيضا كيف يمكنك تقوم بذلك. وأيضا والناس الذين يشترون هذه الزيارات يعلمون على أن هذه الزيارات يعني زيارات فقط لتضخيم حجم الموقع، كي يبدو الموقع موقع عملاق وكبير لما غير ذلك. أنت يمكنك القيام بنفس الشيء، تقوم بزيارة هذا المواقع أو الإعلانات وتلقي نظرة على الوصف وتقوم باستخدام الذكاء الاصطناعي. أوكي، هذا الشكل، وتقول له يا سيدي فقط مثلا هذا الشكل أنا أقوم بها. سوف نطلب من الذكاء الاصطناعي ان يقوم بإعادة كتابة وإعادة صياغة هذا الإعلان الخاص بالذكاء، هذا الإعلان الخاص بفايفر. وأيضا سوف أعطيك أنا مثال آخر. هذا الناس يبيعون ما يسمى بالجيست بوست، يمكنك الالتحاق بالمجموعة مثلا بسيدي، يعرضون هذه الإعلانات أو هذه الإحصائيات. مثلا هذا الشخص يقول لك سيدي في عندك وتر سكور 10، في عندنا 100,000 زائر. هذه الأرقام هذه الإحصائيات هي نفس الإحصائيات التي أقوم بها أنا هنا. شيء دمعي يقول لك يا سيدي في عندنا 100,000 زائر، 2000 زائر كل يوم الى ما غير ذلك من باكستان الهند. هذه الزيارات يا حبيبي كلها معظم الاحيان، اوكي، لكي لا نكون يعني عنصرين، هذه الزيارات اغلب السيناريوهات اغلب الاحيان تكون باستخدام برنامج. هذا البرنامج الذي وضعه الدكتور فرفا ببلاش يا سيدي، هذا البرنامج ب $40 الدكتور فرفا يسمح لك استخدامه ببلاش، وأنا حاليا أتكلم معك وأستخدم البرنامج. يعني شيء دمعي، نعمل رفرش بدل ما كيتيقش. أوكي، ننتظر بضع ثواني. أوكي، شيء دمعي، في عندنا 74 زيارة باستخدام البرنامج، وهذه الأرقام وهذه الإحصائيات يمكنك أن تصل إلى هذه الأرقام باستخدام البرنامج. مثلا الباكستان الهندي لما غير ذلك، هذه الأرقام أو الإحصائية سوف تحصل عليها باستخدام البروكسي. الأمور التي سوف تحتاج إليها لكي تصل إلى هذه الأرقام، فالمسألة بسيطة جدا. أنا سوف قبل ما نبدأ أعطيك شيء دمعي، أبسط here is a written description of the Fiverr gig. شيء دمعي يا سيدي، أعطانا عنوان وصف، أعطانا بعد قام بإعادة صياغة، يعني أنت يا سيدي يمكنك القيام بهذا الجيج أو هذا الخدمة توفيرها بدون أن حتى أن تقوم بكتابة شيء معين، فقط تعطيه للذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي سوف يقوم بإعادة صياغتها ويعطيها لك جاهزة. إذا أردت أن تسجل في هذا الموقع الخاص بالذكاء الاصطناعي سوف تجد له رابط في الوصف. أيضا لكي تقوم بهذه الخدمة سوف تحتاج إلى ما يسمى بروكسي. يمكنك استخدام بروكسي ببلاش، لكن سوف تواجهك بعض المشاكل، لأن البروكسي سوف يتوقف عن العمل أو البروكسي معطوب. أو يمكنك شراء البروكسي الذي أنا أستخدمه، سجل في الموقع ببلاش سوف يعطيك 10 بروكسي جربهم ببلاش يا سيدي، ولاحقا يمكنك أن ترقي مثل ما أقوم بأنا، في عندي 500 بروكسي مدفوع،
تقريبا 3 دولار دولارين للشهر، واذا على الاقل شهر واحد اوكي استخدم بروكسي ببلاش اوكي في البدايه، بعد ما يشتغل معك البرنامج اشتري بروكسي 100 بروكسي وقم بوضع الخدمه هنا، او لا تقوم بشراء اي بروكسي ضع الخدمه، ولما تجيك مبيعه تجيك خدمه يشتريها شخص معين قم بشراء البروكسي. وايضا واصلا البروكسي صالح لمده شهر، يمكنك ايقافه في اي لحظه وسوف يظل معك الرصيد. الموقع شرحته اكثر من مناسبه واعتقد انه بسلت بزاف اذا شرحته مره اخرى. اوكي البرنامج اسمه توربيدو، متوفر على موقع دكتور فرفر ببلاش، التحق بمجموعات وموقع دكتور فرفر وقم بتحميله وتنزيله، سوف تجد رابط للبرنامج لشرح البرنامج في الوصف. انا لا يمكن نعطيك رابط التحميل لان هذا ممنوع وانا اعيش بكندا، واذا رفعت الشركه دعوه علي سوف اذهب الى السجن وانت سوف تضع ديسلايك لان هذا اصلا ممنوع. هذه البرامج مدفوعه ولا يمكنني ان اضع رابط التحميل لان هذا ممنوع قانونيا هنا. كان معكم يا سيدي مستر 8، ان شاء الله نلتقي في شرح مقبل، دمتم في رعايه الله وحفظه، وانقر سبسكرايب لانه سوف نشارك معكم مجموعه من الامور المميزه في حلقات مقبله ان شاء الله. مع السلامه.